السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 4 أبريل 4/4/2023. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي ندوي فيه على واحد تساؤل كان شحال مرة طرح عليا، أن كيفاش أنني كنقدر يعني نحصل على ثمار من السنة الأولى ديالها، يعني من السنة الأولى ديال تشتيل ديال التين، كيفاش كنحصل على الثمار واخا يكونوا حبة قلال، كيفاش كندير؟ فالطريقه هي سهله، فكنشتل كما العاده، كنحاول انني نشتل بكري، يعني في شهر واحد اواخر شهر 12، في الغالب في شهر واحد، في شهر 3 ولا شهر 4، البدايه ديال شهر 4 بحال بهذا الوقت هذا، كنحاول مثلا نهز الشتله نقلها. غادي نحاول غير باش نوريكم مثلا بحال هاد الشتلات هادو اللي كيبانوا لكم، بحال هاد العقل، ماشي ثلاث عقل اللي هما خرجوا الاوراق ديالهم. فكنحاول ان هاد بحال هادو مثلا اللي كيكون خرجوا واحد خمسه د الوريقات بحال دابا هادي، ناخذوا واحد جوج ثلاثه اربعه، تقريبا اربعه د الوريقات ديالها، اربعه خمسه ماشي مشكل. فهادو كنهزهم وكنحولهم، يعني كنحيدهم من هاد الصاشيه هادي، كنعرف كنتاكد بان راه دايرين الجذور ديالهم. فالعمليه اللي قمت بها كنعتذر انني ما صورتهاش لان ما كانش عندي كيفاش ندير، كما قلت لكم. المهم على العموم، كانت يعني التجدير كان ممتاز جيد. الطريقه ديال التجدير رانا شرحت لكم شحال مره يعني كيفاش نقدر ندير، كاين لي تيموان بقوا معايا. لي تيموان كما كنت قلت لكم بحال هكا، بحال الطريقه هذه اللي درت مثلا قرعه ديال البلاستيك، وهنا غادي يبان لكم بان راه كاين تجدير. يعني الغالبيه ديال العقل اللي هما محطوطين في نفس البلاصه ومع نفس يعني في نفس التاريخ، فاكيد الاخرين اللي كاينين في البلاستيكات اللي ما كيبانوش، فاكيد انهم غادي يكونوا تاهما شتلوا وداروا التشتيل ديالهم، خاصه الا خرجوا الوريقات بحال كيما هادي. هتلاحظوا هنا مثلا بحال دابا هادي، رغم انها ما خرجتش الوراق ديالها، الا ان راه غيبانوا لكم الجذور. لاحظوهم، راه غيبانوا لكم الجذور. هذه نفس الشيء، لاحظوا هذه كاع، هذه نفس الشيء، فالجذور هي باينه، الجذور باينه، يعني كاين تجدير. يعني ما شاء الله. على العموم هذه الطريقه، بقوا معايا. فكما قلت لكم كنشوف مثلا اللي دايره الوريقات ديالها واللي تقريبا انا متاكد بان راها مجدره في هذا الوقت بالضبط، ولا في نهايه ديال شهر 3، كنحاول انني كننقلها للسطل بحال هكا، بحال هاد السطوله هادو، هاد السطل كحل، اولا يعني المكان اخر اللي هو اكبر، يعني يكون الحجم ديالو اكبر، كنحولها بحال كما درت في هادي. انا غنوريها لكم بحال كما هادي، كما كتشوفوا هادي مسقوطه، فانا يلا حولتها وغرست حداها مطيشه بيفستيك، صنف بيفستيك يعني راه ما شاء الله كتكون الحجم ديالها كبير بزاف، فانا غرستهم هنا. يلا دابا حولتهم، وبما ان يعني تحولت دابا يصدق غير بان داك التجدير ديالها غادي يولي غادي ينطلق بواحد الانطلاقه كبيره بزاف، وفي نفس الوقت يعني الافروع ديالها ولا الفروع ديالها ولا ما عرف كيفاش غادي نسميوهم، فهما غادي ينطلقوا حتى هما بطريقه كبيره، وممكن اننا ناكلوا منها هذه السنه هذه ان شاء الله باذن سيد ربي. دونك هذه هي الطريقه اللي كندير، فكنحول في هذا الوقت بالضبط، كنحيد من الصاشيه وكنحولها بحال هذه السطوله. ممكن انني نحول السطل، ممكن انني نحول الارض مباشره، رغم ان الارض مباشره فكيصعب انك تتحكم فيها، ولكن بحال دابا في السطل كتحكم فيها، كتحكم في السقي، كتحكم في التربه اللي كتكون داير، التربه كتكون مزيانه، كتكون متاكد بان كاين تسريب المياه جيد. هذا هو اللي كيخلي ان الشله ممكن انها في ديك الوقيته يعني في ديك السنه تعطيك مثلا الثمار. نعطيكم واحد الحاجه اخرى، بقوا معايا. غادي ناخذ مثلا بحال دابا هاد الشتله، هاد الشتله راه فيها عقله ديال السنه الماضيه، عقله ديال السنه الماضيه، يعني تقريبا غتكون عندها دابا عام وشهر تقريبا، هذا هو من نهار يعني من العقله، عقله ديال السنه الماضيه. هذه الشتوي الابيض، الشتوي الملكي ديال السي امين. غتلاحظوا معايا مثلا، شوفوا ما شاء الله قداش ولات وكيفاش انطلقات. فانا كنت حولتها من السطل لهذا المحبق الطيني،
بيان سور حولتها في واحد الوقت من الساشيه لذاك السطل، ومن بعد دابا حولتها من السطل لهذا المحبق هذا، وغادي نقارنها مثلا مع هادو اللي هما في نفس العمر ديالها. غنقارنها مع مثلا هذه اللي غادي تلاحظوا، فهذه بقات في الميكا يعني ما حولتهاش، هذه راه ديال السنه الماضيه ماشي ديال هذه السنه، ديال السنه الماضيه فانا ما حولتهاش، ولاحظوا معايا يعني 4 قناصة. هذا هو علاش ديما كننصح الاخوان ان مجرد ان الشجره او لا مجرد ان العقله ما تدير يعني وريقات بحال هكا، وتكونوا تاكدتوا بان هاد الجدرات فغرسوا، ما تسناوش، مازال ما تقولوش لا خليها حتى العام الجاي عاد نغرس. فهذه مثلا خليتها، ها هي خليتها كما كتلاحظوا، يعني كان ممكن انني نغرسها هاد العام، لاحظوا معايا، ولكن حيت عندي اصناف اخرى وعندي عقل اخرى، فانا فضلت انني نغرس العقله الجديده اللي هي مسقوطه مثلا ولا هذه، على باش نغرس هذه ديال السنه الماضيه. ولكن تادي ان شاء الله غادي نغرسها، خصني نلقى ليها الوقت. المهم على العموم، هذا هو اللي بغيت نقول لكم، هذا هو اللي بغيت نوصل لكم. بغيتوا تاكلوا من سميتو ديالكم في هذه السنه، فبادروا بتغيير الصاشيه لما تاكدوا، انا كنعاود ناكدها، لما تاكدوا ان الشتله او العقله دارت الجذور ديالها، ولما هذه العقله هذه انها تخرج على الاقل واحد 4 الوريقات حتى 5 الوريقات، ففي ديك الوقيته ممكن انكم تحولوها بامان واطمئنان، وان شاء الله باذن سيد ربي غادي تاكلوا منها مازال في هذيك السنه ان شاء الله باذن سيد ربي. هذا هو اللي بغيت نقول لكم، هذا هو الميساج ديالي في هذا الفيديو. يلا تحيه لكم، السلام عليكم، الله يعاونكم، تبارك الله عليكم.